بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم تشاهدون كيفية صنع هذا السرير، سرير الأطفال. في هذا الجزء نستطيع أن نزيله مع هذه الأدراج. هذا هو شكل السرير. هذا أحد الجانبين، والجانب الآخر أيضا بقربه، يعني سيكون واحد من هنا واحد في الجهة الأخرى. سوف نحفر الآن مكان الخشب الرقائقي. الآن قبل أن نباشر عملية الحفر، لدينا هذه القطع الثلاثة التي عليها اللسان، هذه هي. أما هاتان القطعتان الطوليتان ففيهما النقر. سوف نقوم الآن بعملية الحفر بواسطة هذه الريشة
التي سمكها 5 مليمتر. أن نباشر عملية الحفر. هذا هو الحفر، سمكه 5 مليمتر وعمقه 1 سنتيمتر. الآن هذا هو الشكل بعد الحفر، وهنا ستكون الحشوات. نعطي الأرجل الشكل المائل كما ترون باستخدام مسار طاولة، وتلك القطعة نستعملها كدليل. نقوم بعمل زخرفة، يأتي الحواف هنا، يعني لا نتركها هكذا مربعة أو قائمة الشكل، بل لابد أن نعطيها شكل منحني عن طريق زخرفتها هكذا. وهذا هو الشكل بعد أن انتهينا من عملية الزخرفة عليه، يصبح الشكل هكذا. تصبح الحواف مائلة. هذه هنا نريد أن نعطيها شكل منحني هكذا. ننسخ الشكل العلوي على اللوح السفلي، ثم بعد ذلك نقلب فنتحصل على الشكل الكامل. الآن عندما نقلب نتحصل على الشكل المطلوب، لأن هذا هو المنتصف تماما. عندما نقلب نتحصل على الرسم كامل. فقد تحصلنا على قوس كامل، وهذا هو الشكل بعد أن أجرينا عليه عملية التقويس. نرفع قياس الخشب الرقائقي الذي سيركب في الداخل، يعني خشب الحشوات. نقطع الآن قطعة الخشب الرقائقي هذه الكبيرة من أجل تلصيقها في الحشوات. على منشار الطاولة نحفر هذه الحافة هكذا، ونتبعها بحفر آخر هكذا حتى يكون لدينا هنا لسان يدخل في تجاويف الحشوات. الآن نزيل هذا الجزء هذا هنا حتى يصبح هكذا. عندما يصبح هكذا فإنه يعتبر لسان.
فهو يدخل في هذا التجويف هذا أو في اتساقي هنا. نبدأ عملية التركيب. أولا نضع الغراء في اللسان، نثبت بواسطة البراغي، ونكمل مع بقية القطع بنفس الطريقة. هذا هو الشكل بعد أن انتهينا من تسمير الدفات. هذا لم نقم بتسميره، ستكون في قطع خشبية رقيقة هكذا، فنقوم بعملية النقر هنا وأيضا في اللوح المقابل لها، ثم نركب معها خشب رقائقي مثل هذا. أما هنا هذه الجهة فنلاحظ أنها مفتوحة، وهذه هي الدفة التي ستركب هنا، وستكون فيها أيضا خشب رقيقة تكون مشابهة لهذه. هذه الألواح هنا هي لجنبي السرير، وعليها هذه العلامات التي سوف ننقرها بواسطة آلة النقر، وهذا النقر هنا وهذا النقر هنا سوف نضع فيه هذه القطع الخشبية الرقيقة، سوف تكون هكذا في جنبي السرير. بعد أن أنهينا عملية النقر بقيت لنا هذه القطع الرقيقة. كما نلاحظ فإن الحواف هنا ليس دائري، بينما هنا نرى أن الطرف دائري، من أجل ذلك نقوم بتمريرها في آلة الفريزة حتى نحصل على هذه الأطراف الدائري. نقوم بعملية السنتر لهذه الحواف هنا الدائرية، نركب هذه العيدان في النقر الخاص بها. بعد أن ركبنا النقر في اللسان نثبت باستخدام البراغي. نعين الزاوية القائمة، ونفس الشيء مع هذا الجنب. قلنا فيما سبق أن هذا الجنب يوجد فيه هذا الجزء، هو يدخل في هذا التجويف، يعني ينزلق ثم نستطيع أن ننزعه، لأجل ذلك نقوم بعملية حفر له حتى يدخل في ذلك التجويف.
عندما نزيله يصبح مستوى سرير الطفل هذا مع مستوى السرير العادي. نقوم بتركيب تلك القطع الحديدية في الأطراف، وهذا هو شكلها. هذه في الجانب تبقى هنا في الجانب، أما هذه فسوف تركب على القطع التي عليها الأرجل. نحدد المكان الذي سوف نركب عليه القطعة، وقد أشرت إليه بهذا الخط، ثم نجعلها في الوسط تماما هكذا. اترك هنا فراغ قليل. وبنفس الطريقة ركبنا تلك القطعة هناك، ونفس الشيء مع الجنب الثاني، ركبنا عليه أيضا هذه القطعة. ركبنا هذا الجنب على هذا القائم الذي عليه الأرجل، والطريقة سهلة كما سنرى. ثم بعد ذلك نضع الجنب في مكانه الصحيح وتكون مع الطرف، ثم بعد ذلك نضع علامات للبراغي. ونزيل هذه الأجزاء حتى نركبها في القائم الذي عليه الأرجل. هذه العلامات نثقبها بالمسمار حتى يستقر فيها البرغي. ونفس الشيء مع الجهة الثانية، وهو الجنب في مكانه الصحيح. وهذا هو السرير بعد أن انتهينا من تركيب الأجناب في القوائم التي عليها الأرجل. الآن سوف نركب هذا الجزء. أما ذلك الجزء المتبقي هناك فهو عبارة عن خزانة صغيرة سوف تكون فيها أدراج. نصنع فراش للسرير، وهذا هو، وهو عبارة عن ألواح صغيرة مثبتة بلوحين طوليين. على منشار الطاولة نحدد طول قطع الفراش لتكون مناسبة. ونكمل مع بقية القطع. وهذا هو الفراش بعد أن انتهينا من العمل عليه. بقي الآن تثبيت هذين اللوحين من الجهة السفلية. نجعل الألواح بمحاذاة هذا الدليل المستقيم، ثم بعد ذلك نثقبها بالمثقاب ونثبت البراغي. نجرب تركيب الفراش في مكانه. هذا هو السرير، وهذه هي الجهة التي ستكون فيها الأدراج. هذا عبارة عن سطح سوف يركب هنا، وفي الأسفل تكون الأدراج. نركب هذا السطح في القائم الذي عليه الأرجل. وهذا هو الشكل بعد أن انتهينا من تركيب هذه الأجزاء. الآن مرحلة صنع الأدراج.